السلام عليكم ورحمه الله. احنا راعينا في الولايه قدام الولايه متعرضين جه هذا دريك العشرة ديال الصباح كيجون المسؤولين ال11 ال12 هذه يجوا المسؤولين وكيجيو كيدوز علينا بحال ما كيعرفنا احنا عندنا مشاكل ديال اماتنا وديال اخواتنا وديال عائلاتنا وهما هنا تمينا ندورو الزايد الين نقطعوا الزوايد. يحرك لكم بي وميمتو تسمعوها، يحرك لكم بي وميمتو. هؤلاء مات اللي عندهم الكولة اللي مسيكينين ما عندهم باش يشرد وما عندهم باش يشرد الكوشان، منين يطالبوا بردهم؟ نقموا نحنا نتعرضوا لاقتطاع الارزاق، تحاربونا كي محاربه ديال الاجرام ديال اسرائيل، تديروا لنا ديال الجيب. هذا الشيء حشوم عليكم انتم ما كتحشموا. هذا الوالي اللي باع ارضنا ما خلق بالليده ما باعها لها، وطردنا البريطانيين وطردنا الفرنسيين وطردنا الاسبانيين، في الاخير هما اللي قطعنا رزق اماتنا ورزق اباتنا. الشفار انا نقولها له 100 مره كنقول له عنه شفار، ما يسوى ما يصلح. يجي هما اللي مقطع علينا رزق اماتنا، هذا ماشي حشومه. واش الدوله اللي كتستفاد من الداخل وتستفاد من بحرنا وتستفاد من فلاحتنا وتستفاد من خيراتنا اليسرى ونحن مفقرين ومجوعين، وفي الاخير تقطعوا علينا الكرطيات ونحن الاتحاد الاوروبي كيخلص لنا الناس ديالنا 7000 درهم؟ هذا الشيء ماشي حشومه، هذا ماشي حشومه وعيب وعار، وحشومه وعيب وعار. هنا علايات ما عندهم حتى باش يشردوا، ما الرجال ديالهم كيكوشوهم بهذوك الكرطيات، وفي الاخير انتم كديروا لنا هاي المعامله شوينه ديال حتى اليهود ما كيديروها، حتى العنصريات المقيته ما كدير بحال هذا الشيء، حتى الابارتايد في جنوب افريقيا ما دارت هذا الشيء. وحشومه هذا الشيء، حشومه حشومه حشومه. انتم باقينا نصبوا علينا الزيت ونحرقوا روسنا، قاعدين نصبوا علينا الاصاص نحن ونحرقوا روسنا، ياك تستناو انتم؟ قاعدين نديروها، قاعدين نديروها، قاعدين نديروها. هالشي مالنا قابلينو. ويا الصحراويين تعالوا كاملين هنا للولايه مع اماتكم اخواتكم اللي دافعوا عنكم، ظلوا انتم ديرونا كله يحوش في بلايدات على حسابنا نحن، وحنا قاعدين لكم هنا نشمس ونحرقوا ونمنعوا التحفيظ ونمنعوا كل شيء ونتحداوا كل حد من اجلكم. تعالوا لاماتكم اخواتكم، لا تخلوهم وحدهم، ذا ما هو شيء من العرب ولا هو شيء من الناس الصالحه. تعالوا لاماتكم ساندوهم، تعالوا لاماتكم ساندوهم. الموت فرض والرقه ما هي فرض، وهذا ما هو مفروض علينا، ما هو مفروض علينا باش نبقاو نحن عبيد ويبقاو يجوعونا. يجوع كلبك يسمعك وينعل تصيد تماك وينعل تصيد باباك الى عاد ما تسمع. ذا مالنا قابلينو، ومالنا قابلينو، مالنا قابلينو. والله حتى نتحداكم، يدكم تردوا من الكويرطيات، ويدنا ارضنا يدنا نقبضوها، وخيراتنا في بحرنا يدنا نقبضوه، وذاك الخنوش اللي البارح ما بقى يستقبلنا على الاراضي السلاليه يدنو يستقبلنا عن مرغى معنا فيه. وهذا الشفاره اللي باع ارضنا للاجانب وباع لكل حد، ما الدوله تحاسب ولا الفقراء تحاسب ولا الضعفاء؟ ثم لا يتكلمكم حد. السلام عليكم ورحمه الله. هذه الطريقه هذه الطريقه اللي عامل بها الناس، راهي ما هي طريقه قانونيه ولا خارج نظام يعدل ذا النوع من الاجراءات ولا يعدل ذا النوع من التعسف اللي يمارس هذه الساكنه اللي عاد يهدوه حتى دار ساقه. هذا ما هو، هذا رول، هذا اللي انتم حالين به الشيء ديال التركه وحقهم مشروع. يا غير انا منين نعود عندي حجه على اي وقفه نجي له الهو ونقول لهم هذا ما عندكم حق، والله نقبضهم الى عاد يحتاجوا حتى الاعتقال نعتقلهم. واش تقطعوا رزاق بلاك تقطعوا رزاق على العيال، ونحن لكم بالمرصاد ما نفتصل معاكم. هذه اسلوب ما قد جاء عليها اليهود، ما تجي عليها. واحنا هون واقفين لين تحقق المطالب من العيال اللي خليتوها اللي عندها الناس اللي معوزه ما يدخل عليها ما هو الليل، بدل من تزيدوها وتعاصروها قطعتوا عليها الارزاق. نوع من التعامل الهمجي اللي ما يخدم اي مصلحه سوى شنية. واحنا قطع عنا نموت على كرامتنا. والسلام عليكم ورحمه الله. وصلتوا؟ اراهو قطعوا الاعناق ولا قطعوا الارزاق؟ رانا من هذه من قدام الولايه
من قدام الولاية نحملوا الدولة مسؤوليتها على أن تتحملنا المسؤولية فهؤلاء الناس اللي ظلمونا وقهرونا وقتلونا. تفضلي. إلا عندنا مواطنين في الدولة يعطونا حقوقنا، ما نما اللي مواطنين يعطونا اللجوء نمشوا نعيشوا في بلاد ثاني، ماذا هو؟ لا تكلم حد. السلام عليكم ورحمة الله. ساندونا وتعالوا لأماتكم وتعالوا لأخواتكم وتعالوا لأباتكم. السلام عليكم ورحمة الله.